من امام قصر نجيب ميقاتي. لوين بدك توصل يا ميقاتي؟ هلا انت وقاعد بالجلسه قل لهم انه عم يحرقوا لي قصري، وقل لهم انه انا عم بحرمهم وجوعهم. انت واحد، انت ومكتبك كذابين اكثر من بعض. هذا اول الغيث يا ميقاتي. نطلع منبوس لهم جبينهم. اذا هول 220 دولار بكفوا حق عظام لكلب من الكلاب اللي حطينا قدام القصوره وقدام الفلل تاعيتهم، نحن بنطلع بنعتذر منهم ومنبوس جبينهم. اذا ال 220 دولار تقبلوا نصان على الفلبينيه او الاثيوبيه ببيت اي واحد منهم، نحن بنعتذر منهم. ما بدنا شيء من الدوله، الله يسامح جنى عمرنا، الله لا يسامح. يوم 11 ايلول. هلا هلا بالشباب. هلا ورا هيدي النار، هيدي النار، زحلوا النار. قاموا عملوا خدع علينا هودي نجيب ميقاتي، نحن قدام السرايا. نقلب لك هيدي الصورة. هاي الشباب ورانا. وصلنا بثواني من الضاحية على سرايا الحكومة. نحن ابو حسين مشايك والشباب كله. طول عمرك حبيب قلبي على النار. ولعنا النار كلها انا بمعاملتك، ولا بنولع عبيت عبيت.